بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه. هو ابن عبد الله عبد المطلب، فهاشم عبد مناف في العقب، من نسل عدنان وأم المصطفى، آمنة بنت لوهب وكفى. في مكة ربيع الفضيل، مولده الاثنين عام الفيل، ثويبة قد أرضعته بعدها، حليمة عامين نالت سعدها. ستا أتم ثم ماتت أمه، فضمه الجد وبعد عمه، وبعد 25 عقد على خديجة زواجا أسعد. أولاده القاسم عبد الله، رقية زينب ذات الجاه، وأم كلثوم مع الزهراء، فاطمة سيدة النساء. كذاك إبراهيم ذو المزية، أمه مارية القبطية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، بإذن الله عز وجل بدنا ناخد الريجوليشن أوف gluconeogenesis. الآن يا أخوانا المحترمين، gluconeogenesis اللي بده يعمل لها regulation للجلوكاجون، مستوى إيش الجلوكاجون؟ مستوى الجلوكاجون وكمان السبستريت تبعت الجلوكونيوجينيسيس. يعني لما تكون السبستريت تبعت الجلوكونيوجينيسيس كثيرة، أكيد راح يكون الجلوكونيوجينيسيس كثير، والجلوكاجون يا أخوانا بيحفز الجلوكونيوجينيسيس. الآن regulation of gluconeogenesis، أول إشي يا أخواننا، طبعا إحنا قلنا الجلوكاجون بنظم الجلوكونيوجينيسيس عن طريق إنه الجلوكاجون بيغير إن allosteric effector، بيغير في allosteric effector. كيف؟ الآن أنا يا أخواننا الجلوكاجون كتير، الجلوكاجون هاي، لما الجلوكاجون يرتفع تمام، بيحفز انزيم اسمه ادينيل سايكليز. هذا الانزيم بيحول الـ ATP الى سايكليك AMP، الى سايكليك ايش؟ AMP. اذا السايكليك AMP بيرتفع، لما يرتفع السايكليك AMP بيعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز A. اذا السايكليك AMP بيخلي البروتين كاينيز A اكتيفيتد. الان البروتين كاينيز A وظيفته يضيف مجموعة فوسفيت. الآن فبيضيف يا أخواننا مجموعة فوسفيت، تمام. فالفوسفوفراكتو كاينيز 2 لما ما يكون عليه فوسفيت بيكون أكتيف، فبيجي البروتين كاينيز A بيضيف عليه مجموعة فوسفيت فبيصير إن أكتيف. طيب الفراكتوز بس فوسفيت بيكون inactive، فبيجي البروتين كاينيز A وبحط عليه مجموعة فوسفيت فبيصير ايش؟ active. هذه المجموعة فوسفيت لهذا، تمام. اعيد يا اخوانا، الفوسفوفراكتو كاينيز 2 ايش كان يسوي؟ كان يحفز فوسفوفراكتو كاينيز 1. الفوسفو افراكتو كاينيز 1 كان يحول الفراكتوز 6 فوسفيت الى فراكتوز 1-6 بس فوسفيت. فلما الفوسفو افراكتو كاينيز 2 يكون inactive، وبالتالي الفراكتوز 6 فوسفيت مش راح تتحول الى فراكتوز 1-6 بس فوسفيت، مش راح تتحول. هاي اول شيء، يعني انا الجلايكولايسيز حبطت الجلايكولايسيز. طبعا يا اخوانا المحترمين، لو واحد حيسالك، واخدناها هذا قبل، الفوسفوفراكتوكاينيز 2 لما يكون في الدي فوسفوريليشن فورم بيكون اكتيف. طب ايش شغله؟ شغله يحول الفراكتوز 6 فوسفيت الى فراكتوز 2-6 بس فوسفيت. الفراكتوز 2-6 بس فوسفيت بيحفز الفوسفو افراكتو كاينيز 1. الفوسفو افراكتو كاينيز 1 وظيفته يحول الفراكتوز 6 فوسفيت الى فراكتوز 1-6 بس فوسفيت. فلما انا يكون
الفوسفوفراكتوكاينيز 2 عليه فوسفوريليشن يعني ان اكتف. يعني ايش؟ يعني ان اكتف. وبالتالي انا مش راح احول لفراكتوز 6 فوسفيت الى فراكتوز 2 6 بس فوسفيت. ففراكتوز 2 6 بس فوسفيت راح يقل، وبالتالي الفوسفوفراكتوكاينيز 1 راح الاكتيفيتي تبعته تقل، وبالتالي الفراكتوز 6 فوسفيت ما بقدر احوله الى فراكتوز 1 6 بس فوسفيت. فالجلايكولايسيز حبطتها. طيب في الجلوكونيوجينيسيس كنت امشي كده، انه الفراكتوز 1 6 بس فوسفيت احولها الى فراكتوز 6 فوسفيت عن طريق فراكتوز بس فوسفاتيز. فراكتوز بس فوسفاتيز. ففراكتوز بس فوسفاتيز بيحول الفراكتوز 1 6 بس فوسفيت الى فراكتوز 6 فوسفيت، الى فراكتوز 6 فوسفيت. هذا الانزيم بتحبط، ها بتحبط من مين؟ من فراكتوز 2 6 بس فوسفيت. وبتنشط من مين؟ من فراكتوز بس فوسفيت 2، من فراكتوز بس فوسفات بس فوسفاتيز. اسف الان فراكتوز بس فوسفاتيز 2 بحفز فراكتوز بس فوسفاتيز 1. فراكتوز بس فوسفاتيز 1 وظيفته انه الفراكتوز 1 فوسفيت يتحول الى فراكتوز 6 فوسفيت. هذا الانزيم بحبطه فراكتوز 2 6 بس فوسفيت. لكن لما الفوسفوفراكتوكاينيز 2 صار ان اكتيف، اذا هاد قل. فلما الفراكتوز 2 6 بس فوسفيت قل بطل يعمل انهيبيشن لهذا الانزيم، وبالتالي انهيبيشن على هذا الانزيم قلت، وبالتالي هذا الانزيم صار له اكتيفيشن، وبالتالي حول الفراكتوز 1 6 بس فوسفيت الى فراكتوز 6 فوسفيت. اذا انكريز بروتين كاينيز اي بيصير اكتيفيتي، وبالتالي يا اخواننا راح يعمل فوسفوريليشن ل الفوسفوفراكتوكاينيز 2 ويخليه ان اكتيف، تمام. وبالتالي يا اخواننا لما الفوسفوفراكتوكاينيز 2 يصير ان اكتيف، ديكريز ليفل فراكتوز 2 6 بس فوسفيت، وبالتالي الفراكتوز 2 6 بس فوسفيت كان يعمل انهيبيشن لفراكتوز بس فوسفاتيز 1، فراح الانهيبيشن، فديكريز انهيبيشن اوف فراكتوز بس فوسفاتيز 1 ليد increase rate of gluconeogenesis. اذا في انا عندي افراكتوز بس فوسفاتيز 1 وافراكتوز بس فوسفاتيز 2. الافراكتوز بس فوسفاتيز 2 بطريقه ما راح يحفز الافراكتوز بس فوسفاتيز 1 عشان يحول الافراكتوز 1 بس فوسفيت الى فراكتوز 6 فوسفيت. الفراكتوز 2 بس فوسفاتيز كان يحبط هذا الانزيم، تمام. لكن عشان الفوسفوفراكتوكاينيز 2 صار ان اكتيف عشان عليه مجموعه فوسفيت فهذا قل، وبالتالي لما الفراكتوز 2 6 بس فوسفيت قل مش راح يعمل انهيبيشن على هذا الانزيم، تمام. هل جيت شايفين هنا تشينج ان الوستيريك افكتور؟ ايش قصده تشينج ان الوستيريك افكتور؟ انا اللي فراكتوز 2 6 بس فوسفيت قللتها، مش انا هيك تغيرت في الالوستيريك افكتور لما انا قللت هذه، تمام. اذا ريجوليشن اوف جلوكونيوجينيسيس، تمام. الان ايضا الجلوكاجون بيعمل ريجوليشن للجلوكونيوجينيسيس عن طريق بيعمل كوفالنت موديفيكيشن للانزيم اكتيفيتي. الان في انا عندي بروتين كاينيز، البايروفيت كاينيز يا اخواننا، البايروفيت كاينيز بيكون اكتيف اذا ما كان عليه فوسفيت، لكن لما انت تحط له مجموعه فوسفيت بيصير ان اكتيف. اذا البروتين البايروفيت كاينيز بيصير ان اكتيف لما تحط عليه مجموعه ايش؟ فوسفيت. طب من وين اجت له المجموعه فوسفيت؟ انا الجلوكاجون حفز الادينيل
سايكليز حول الـ ATP إلى سايكليك AMP. السايكليك AMP عملت بروتين كينيز A activation لبروتين كينيز A، حول البيروفيت كينيز إلى بيروفيت كينيز من active إلى inactive، يعني من بيروفيت كينيز دي فوسفوريليشن فورم إلى بيروفيت كينيز فوسفوريليشن فورم. المجموعة الفوسفات أجت من الـ ATP لما حولتها للـ ADP. إذن الـ ATP اتحولت إلى ADP وأخذت مجموعة فوسفات وحطيتها في البيروفيت كينيز عشان يتحول إلى بيروفيت كينيز فوسفوريليشن فورم. تمام؟ إذن عمل كوفيلانت موديفيكيشن، انه هذه مجموعه الفوسفات ارتبطت بالانزيم بكوفيلانت بوند. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ايضا الجلوكاجون بيعمل ريجوليشن للجلوكونيوجينيسيس عن طريق بيعمل اندكشن اوف انزيم سينثيسيس، بيعمل اندكشن للانزيم. الجلوكاجون بيعمل لاندكشن اوف انزيم. الان يا اخواننا المحترمين، الان اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، الجلوكاجون بيزيد، السايكليك اي ام بي بتزيد، البروتين كينيز اي بيصير اكتيفيتد اكتيف. فلما يا اخواننا المحترمين البروتين كينيز اي بيصير اكتيف، بيعمل اكتيف لقطعه بسموها سريب. ايش يعني سريب؟ يعني سايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت بايندينج بروتين. ايش يعني؟ يعني الستريب هذه عبارة عن بايندينج بروتين، يعني بروتين بيرتبط في مين؟ بيرتبط بالسايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت. اذا بيرتبط بهذه القطعة. طيب السايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت وين موجودة؟ بتكون موجودة في الدي ان اي. اعيد في بروتين اسمه سايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت بايندينج بروتين. هذا البروتين بيرتبط في السايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت. السايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت قطعه من الجين. قطعه من ايش؟ من الجين. فيا اخواننا لما الستريب يصير اكتيف بيجي يرتبط في السايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت. فلما يرتبط بالسايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت، هذا الارتباط بيحفز الترانسكريبشن تبعت الفوسفوئين والبيروفيت كاربوكسيكينيز الجين. تمام، اذا بيحفز هذا الجين، بيعمل له ترانسكريبشن، فالجين هذا بتحول الى ام ار ان اي وبعديها بتحول الى ايش؟ الى انزيم. فتخيل انه هذا الانزيم طبعا هو مسؤول عن تحويل البيروفيت الى اوكزالو اسيتات، اسف مسؤول عن تحويل الاوكزالو اسيتات الى فوسفوئين والبيروفيت. ثم يا اخوانا لما يتحول الى فوسفوئين والبيروفيت يعني تحفيز الجلوكونيوجينيسيس. اذا انا يا اخوانا المحترمين الجلوكاجون زاد، فزاد السايكليك اي ام بي، فعمل اكتيفيشن للبروتين كينيز اي، فالبروتين كينيز اي راحت على قطعة. هاي القطعة مثلا نعتبر هذه القطعة بسموها استريب. القطعة هذه عبارة عن بروتين. لو انتو ذاكرين في الملك احنا سبيسيفيك فاكتور، تمام، اللي سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور، هذه القطعة عبارة عن سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور. الان اذا هذه الستريب عبارة عن بروتين. اذا البروتين هذا الستريب بيجي بيرتبط بالسايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت، بيجي بيرتبط فيه. اذا الستريب بيجي بيرتبط في هذا اللي موجود في الجين. فلما يرتبط بالسايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت لما يرتبط فيه بيعمل اكتيفيشن للترانسكريبشن، فهذا الجين بيصير ام ار ان اي وبالنهايه اللي بيعطيني انزيم. هذا الانزيم بيحول الاوكزالو اسيتات الى فوسفوينول بايروفيت وبالتالي الى الجلوكونيوجينيسيس. فهمنا يا اخواننا؟ اذا هذا بروتين بيرتبط في السايكليك اي ام بي ريسبونس اليمنت، هذه موجوده في الجين في الدي ان اي. فلما يرتبط لما يرتبطوا مع بعض بيعملوا لي اكتيفيشن لهذا الجين. تمام، وبهيك الجلوكاجون زود الاندكشن اوف انزيم سينثيسيس.
الآن يا أخواننا المحترمين، الفركتوز 1.6 بس فصفاتيز، بس فصفاتيز إيش بيسوي؟ بيحول، بيعمل هيدروليسز لا الفركتوز 1.6 بس فصفيت إلى فركتوز 6 فصفيت، إلى فركتوز 6 فصفيت، أي إلى صناعة الجلوكوز، إلى صناعة الجلوكوز. الآن يا أخواننا المحترمين، لما أنا يكون الطاقة عندي قليلة جدا جدا، إيش يعني؟ يعني عندي AMP عالي. لما يكون أنا عندي AMP عالي، هل بيحفز صناعة جلوكوز أو تكسير جلوكوز؟ أكيد لما الخلايا تكون عندها الطاقة قليلة، فبتحتاج تكسر الجلوكوز عشان تحصل على طاقة. ما هو تكسير الجلوكوز يتم الحصول عليه على طاقة، وبالتالي الـ AMP لما يزيد يعني طاقة الخلية قليلة، وبالتالي بيعمل inhibition لهذا الإنزيم. هو هذا الإنزيم وظيفته يعمل جلوكوز، بس أنا بدي أكسر الجلوكوز وليس أصنع جلوكوز، فالـ AMP بيعمل inhibition لهذا الإنزيم. طيب لما يكون يا أخواننا أنا الستريك أسيد أو الستريت عالي، لما أقول إنه الستريت عندي عالي، وبالتالي أنا مش محتاج أظني أكسر الجلوكوز. ما هو الجلوكوز بالنهاية حيعطيني ستريت، والستريت حيدخل كريب سايكل عشان يا أخوان يعطيني طاقة. بقى أنا لما يكون عندي الستريت عالي، فبقول مفيش داعي للتحلل الجلايكولي، فبدي أعمل إيش؟ فبدي أعمل جلوكوز، بدي أصنع إيش؟ جلوكوز. فالستريت بيعمل استيموليشن لهذا الإنزيم الذي يستخدم في تصنيع الجلوكوز. طيب واحنا عارفين الفركتوز 2.6 بس فصفيت بيعمل انهيبيشن لهذا الانزيم، اخذناها هنا هيو، قلت لكم الفركتوز 2.6 بس فصفيت بيعمل انهيبيشن لهذا الانزيم اللي هو الفركتوز بس فصفاتيز. تمام، اللهم صلي على نبينا محمد. طبعا الجلوكونيوجينيسيز والجلايكولايسيز عباره عن ريسيبروكال، عبارة عن ماذا؟ ريسيبروكال، وهم أصلا فيوتيل سايكل. إيش يعني فيوتيل سايكل؟ يعني منتجات الجلايكولايسيز، مثلا البايروفيت هو أحد منتجات الجلايكولايسيز، بيقدر يعطيني جلوكونيوجينيسيز. إذن منتجات هذه الجلايكولايسيز بستخدمها في صناعة الجلوكونيوجينيسيز، وبالتالي بسموها فيوتيل سايكل. فهمنا إيش يعني فيوتيل سايكل؟ منتجات هذه تستخدم في كمتفاعلات للجلوكونيوجينيسيز، اذا هم ريسيبروكال. فلما انا يكون الجسم عنده طاقه عاليه جدا، فانا مش محتاج اعمل جلايكولايسيز، وبالتالي مش محتاج اكسر الجلوكوز، والعكس صحيح. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وشرح كل شيء هيو موجود يا اخواننا، هيو موجود ايش هان. تمام بهيك يعطيكم العافية جميعا، بس خلينا نشوف هذا برضو مهم. الآن لما يكون أنا عندي يا أخواننا أسيتيل كو اي كتير، مش إحنا قلنا يا أخواننا الفاتي أسيد لما يصير إلها أوكسيديشن وتتكسر بتعطيني أسيتيل كو اي، تمام. إذن لتراي آسف الفاتي أسيد يا أخواننا، الفاتي أسيد أعطتني أسيتيل كو اي بشكل كبير، أنا كان البايروفيت يتحول إلى أسيتيل كو اي عن طريق بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. بايروفيت دي هيدروجينيز كان يحول البايروفيت إلى أسيتيل كو اي. طيب أنا عندي أسيتيل كو اي بشكل كبير جدا، وبالتالي البايروفيت دي هيدروجينيز راح يتحبط، راح يصير له انهيبيشن. ليش؟ عشان أنا عندي أسيتيل كو اي بشكل كبير. طيب هلقيتي البايروفيت بتحول إلى أوكزالو أسيتيت عن طريق بايروفيت كاربوكسيليز إنزيم، فالبايروفيت كاربوكسيليز بيحول البايروفيت إلى أوكزالو أسيتيت، لكن الأسيتيل كو اي لازم يكون موجود. فالأسيتيل كو اي عبارة عن أوبليجيت أكتيفيتور. إيش يعني أوبليجيت أكتيفيتور؟ أوبليجيت أكتيفيتور بيعمل أكتيفيشن للبايروفيت كاربوكسيليز عشان يتحول البايروفيت إلى أوكزالو أسيتيت، وثم إلى الجلوكوز، ف
الاستيل كو اي بحبط البيروفيت دي هيدروجينيز، بينشط البيروفيت كاربوكسيليز. تمام. اذا الالوستيريك اكتيفيشن اوف بيروفيت كاربوكسيليز باي اسيتيل كو اي، وين؟ في حالة في الفاستنج. ما هو انا متى بدي جلوكوز؟ في حالة الفاستنج. تمام. as a result of increase triglyceride hydrolysis in adipose tissues، يعني لما الدهون تتكسر اكيد حتعطيني فاتي اسيد، والفاتي اسيد راح يروح على الليفر، في الليفر الفاتي اسيد راح تتكسر وتعطيني اسيتيل كو اي بعملية بسموها البيتا اوكسيديشن. فالبيتا اوكسيديشن بتكسر الفاتي اسيد عشان تعطيني اسيتيل كو اي، عشان تعطيني ماذا؟ الاسيتيل كو اي. الاسيتيل كو اي بتراكم عشان ايش يعمل لي؟ and activation البايروفيت كاربوكسيليز وانهيبيشن البايروفيت دي هيدروجينيز. تمام. طيب الان اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. بدي اقول لكم شغله مهمه، انا كيف الاسيتيل كو اي بيعمل انهيبيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز؟ انه الاسيتيل كو اي، زياده الاسيتيل كو اي بيزود البيروفيت دي هيدروجينيز كاينيز. ايش يعني كاينيز؟ يعني يضيف مجموعه فوسفيت. فالبيروفيت دي هيدروجينيز كاينيز هو انزيم بيضيف مجموعه فوسفيت لهذا الانزيم. اذا البيروفيت دي هيدروجينيز كاينيز بيضيف مجموعه فوسفيت لهذا الانزيم، فعند اضافه مجموعه فوسفيت لهذا الانزيم بيصير ان اكتيف. تمام. اللهم صل على نبينا محمد، يعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.